اخواني اخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم في البرودكاست النقابي الرابع. كيف ما جرت العاده اي جديد تنحاولوا نديروا في هذا البرودكاست باش نتواصل معكم وتشوفوا طريقه الاشتغال ديالنا وتعرفوا فين وصلنا. مع كامل الاسف كان تتداعي الضروره باش نصور هذا الفيديو هذا في ترن، ولكن ماشي مشكل، المهم هو الخبر يوصل. فالبارح كان واحد اللقاء رائع جدا مع الاخوان المناضلين في مدينه طنجه، وعلى اثر هذا اللقاء تواصلوا يوم الخميس 17 نوفمبر تم تاسيس واحد الفرع جهوي، يعني درنا واحد المكتب جهوي اللي تابع النقابه ديال الملاحه التجاريه المضويه تحت لواء الاتحاد الديمقراطي النقابات من المغرب. علاش درت لكم هذا الفيديو؟ باش نتواصل معكم في جوج ديال الحوايج. الاولى هو غادي خصنا الاخوان في المراكز الجهويه كاملين يجيبوا لنا واحد مجموعه الوثائق. الوثيقه الاولى هو غادي نديروا واحد السند قانوني بان احنا رافضين كل منافري ورافضين انهم صفتونا لها بلا موافقه ديالنا. غادي نصابوا واحد الورقه، اما غتمشيو عند العدول اولا عند النوطير غتعطيه بحال هذيك الورقه يصاوب لك بحالها وغادي تجيبها للمنسق الجهوي هو اللي غادي يعطيها لنا. المكتب الجهوي اللي تدار في طنجة تيتراسو كوموندون حمزه، وانا فخور ان لي كوموندون حتى هما تنضموا معنا لهذا اللواء. الخبر الثاني اللي بغيت نحث عليه هو خلقنا واحد الخليه التواصل، كل واحد حنا 1800 واحد، كل واحد تمشي عند على حده عند المحامي. وشحال قد هذا المحامي هذا ما يستقبل عباد الله، انا كناخذ على العاتق ديالي المسؤوليه ديال التواصل. خلقنا خليه ديال التواصل، اي واحد عنده شي سؤال يسولني انا وغادي نسول المحامي المعني بالامر وغادي نعاود نجاوبو. هذا الشيء باش نخليو الاجتهاد المحامين والتركيز ديالهم على الخط النضالي ديالنا، وراه كاين واحد التوافق ما بين الخط النضالي ديال النقابه مع الخط النضالي ديال المحامون. تنشكركم وجمعه مباركه والى الملتقى ان شاء الله.